أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معا. علامات الحمل تظهر على الفنانة ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي. صورة تؤكد حمل ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي. أحمد العوضي يثير شك حول حمل ياسمين عبد العزيز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. صورة تؤكد حمل ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي. أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل في الساعات الماضية بسبب صورة نشرتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام، تشكك في حملها بسبب انتفاخ جزئية بطنها. وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة كرتونية جديدة عبر خاصية ستوري من خلال حسابها على انستغرام، وظهرت ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها أحمد العوضي في زي سوبرمان. وسخرت ياسمين صبري من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللزمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة نالت إعجاب متابعيها. وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه خلال شهر رمضان 2020. أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معا. ظهر الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معا مؤخرا من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضي عبر انستغرام، والذي شارك متابعيه باللحظات الرومانسية الذي يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما مما حرصوا على كتابة التعليقات لهم. من ناحية أخرى قال الفنان أحمد العوضي لليوم السابع إن بطل العالم في الملاكمة في الوزن المتوسط طلب تحديه تحت سفح الأهرامات مطلع عام 2021، مشيرا إلى أنه يفكر في الأمر حاليا، خاصة أن هناك ترتيبات يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة من تصريح وخلافه، وجاء ذلك رغبة من الشركة التي ترعى تلك الملاكم. موضح أنه سيعلن عن كافة التفاصيل، وأوضح العوضي أن الملاكم الأمريكي طلب مقابلته وتحديه في الملاكمة بناء على الفيديوهات والمقاطع والصور التي شاهدتها الشركة له. لافتا إلى أن هناك إحصائية رصدت أنه من أعلى 10 ملاكمين في الشرق الأوسط حسب ما تبحث عنه الشركة في الدول العربية. يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وماجد المصري وأحمد وافي وعدد كبير من الفنانين وتأليف باهر دويدار. ياسمين عبد العزيز طلبت الطلاق وهذا فرق السن بيننا، تصريحات أحمد العوضي لمعكم. حل الفنان أحمد العوضي ضيفا ببرنامج معكم منى شاذلي المعروض على قناة سي بي سي، وكشف لأول مرة تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما تحدث عن أعماله الفنية. ونستعرض أبرز تصريحاته في سطور التالية عن تقديمه لدور عشماوي في الاختيار. قال: استيقظت في يوم لقيتهم بيقولوا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول الله المستعان، الجملة اللي كنت بقولها أثناء تجسيدي لشخصية عشماوي، وأن الرئيس أثنى على دوري بالمسلسل وده شرف بلية وعلى راسي واكبر تكريم بالنسبه لي. وقال عن قبوله تقديم شخصيه عشماوي في الاختيار: مش من الذكاء انك تفكر في الفرص القويه، النجاح جزء كبير منه اقتناص الفرص باداء شخصيه هشام عشماوي في مسلسل هو الاضخم في العالم العربي، وانك تعمل دور يحمل رساله بتوعيه الناس صعب ارفض او اخاف والقلب خفيف رزقه ضعيف. وعن احمد الساقه قال: كان حلم من احلامي اني امثل قدام الساقه، انا شخص متوتر دائما ماشي بمبدا ايه اللي هعمله بعد كده، يعني بعد نجاح مسلسل الاختيار وان الدور كسر الدنيا وفرحت بالدور وبالنجاح ده افكر بقى هعمل ايه عشان استمرارية النجاح.
وعن بداية علاقته مع ياسمين عبد العزيز، تم ترشيحي في مسلسل لآخر نفاسة، وأنا كان نفسي أشتغل مع ياسمين عبد العزيز، والشركة لما رشحتني قالوا لي إن دور ضابط، وأنا قلت مش هتعمل دور ضابط، ولكن لما عرفت إنه مع ياسمين عبد العزيز، قلت لهم لا عادي، أنا أعمل دور مفيش مشكلة. لما رحت بروفا لآخر نفاسة، لقيت المخرج قاعد، وفي كرسيين جنبه فاضيين، فقلت لما أقعد على الطرف هتيجي تقعد في النص، مش هعرف أتكلم عشان هتتكلم مع المخرج برضه، فقررت أقعد جنب المخرج. وما يكونش في كرسي فاضي غير اللي جنبي، وحصل فعلا وجات سلمت عليا. قلت لها معلش مش معي نسخة من السكريبت، ممكن أبصي معاك؟ فقالت تفضل عادي، وتكلمنا بقى، وكلمة مني وكلمة منها، وضحكت يبقى، والموضوع جاء زي أي علاقة عادي، تعارف وعجاب وحب ثم زواج. زواجي من ياسمين عبد العزيز لم يكن في شهر مايو، ولكن كان في شهر يناير وقت عيد ميلادها. الأخبار اللي كانت بتنزل إن ياسمين أكبر مني بـ12 سنة غير صحيحة، هي أكبر مني بـ6 سنوات فقط. عن غيرة ياسمين عبد العزيز قال إنها كانت تجلس معه ذات مرة، فتحركت أبو جوارة واصطدمت بها، فسألته عنها، فأجاب أنه يطلق عليه اسم دولت، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت أبو جوارة لأنها تحمل اسم فتاة. وعن سبب طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق، فقال ياسمين جت في مرة لقيتني باكل حمام بعظمه، فشافت المنظر ده حست إني باكل بني آدم وانزعجت. بعدها كنت باكل كبدة نية، ودخلت علي وأصيبت بالصدمة وطلبت وقتها الطلاق، قالت لي أنت يتخاف منك. أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بفارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته ياسمين عبد العزيز. كشف الممثل المصري أحمد العوضي اليوم الخميس عن فارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في أول لقاء له يتحدث فيه عن زواجهما. ونفى العوضي خلال استضافته في برنامج معكم المذاع على الفضائية CBC المصرية ما نشره العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن فارق السن بينه وزوجته 12 عاما، مؤكدا أنها معلومة خاطئة تماما، وأوضح أن فارق السن بينه هو 6 سنوات فقط، وأنه لا صح لأي رقم آخر، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء. هيفاء وهبي تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين. نشر المحامي المصري الشهير أحمد مهران مقطعا صوتيا منسوبا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تشتم به المصريين بألفاظ بذيئة وخارجة. وقال مهران بالفيديو الذي نعتذر عن نشره لاحتواه على ألفاظ خادشة للحياء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل ياسمين عبد العزيز حامل بالفعل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن أنهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.